مساء الخير. أنا حابب الأول أشكر الأورجنايزرز على دعوتي للإكسبيشن، وحابب أقول لهم إن الفكرة فكرة عظيمة، فكرة فيري إنوفيتيف. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين إحنا في ظروف صعبة شوية، موضوع الكورونا، موضوع إن إحنا كلنا مشغولين. It's difficult to leave the office مثلا ونروح نحضر real expo أو physical expo. فالفكرة is very very innovative and I like it. وبشكرهم تاني على وجودي، على دعوتي النهاردة إن أنا أكون موجود معاكم وسط ال elite panel of keynote speakers. يشرفني إن أنا أكون موجود. أنا محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين. شركة أورينت للتأمين هي إحدى شركات مجموعة الفطيم الإماراتية. النهاردة أنا حابب أخد من وقتكم شوية أكلمكم على التأمين for the interest of developers واللاندلوردز، وات ذا سيم تايم بريفلي أتكلم برضو على التأمين للهند باير أو البروبرتي أونر بعد الهاند أوفر. هبتدي النهاردة أقول لكم سمول فيجر، عشان إحنا في مصر عندنا مشكلة، يمكن المشكلة دي في معظم الدول في الميدل إيست بس في مصر أكتر شوية، هي الإنشورنس أويرنس، إن إحنا تو بيليف إن في أهمية التأمين. إحنا في مصر، إحنا ده هبتدي الأول جلوبالي الإنديكيشن بسيط كده، اللي هو بيشوف إن الدولة دي to what extent there is awareness for the importance of insurance and to what extent people are buying insurance. بيقيسوا الموضوع ده بنسبة اقساط التأمين للجي دي بي، بنسميها insurance penetration. ف let's say مثلا لو الجي دي بي بتاع الدولة 100 مليون، I'll give a rough figure، والانشورنس بريميومز او اقساط التأمين في الدولة دي مليون جنيه، يبقى البنتريشن از 1%. احنا في مصر البنتريشن از ليس ذان 1%. في دول قريبة مننا في المنطقة زي الامارات والسعودية مثلا، نتكلم على الامارات، از مور ذان 2.5%. في دولة تانية مثلا في المنطقة زي المغرب 3%. دولة افريقية مثلا زي ساوث افريكا از اراوند 9%. في دول حتى في بلاك افريكا زي كينيا البنتريشن حوالي 2 وشوية%. فاحنا في مصر ده يبين قد ايه ان احنا محتاجين ان احنا فعلا نعرف اهمية التأمين، لان التأمين مهم جدا 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 لحماية الممتلكات. نتكلم برضو على البنتريشن في دولة زي المانيا مثلا اكتر من 10%، امريكا اكتر من 10%. فده يبين فعلا ان الدول دي زي ما هي بتعمل development at the same time they know the importance of insurance. احنا في مصر موضوع الريال استيت بالذات من سنين فاتت، يمكن من اكتر من 10 سنين، في بوم وفي massive development في الريال استيت. الديفلوبرز ان كان ديفلوبرز برايفت او حكوميين، they are spending billions of Egyptian pounds على الديفلوبمنت. الموضوع ده محتاج حماية. النهارده مفيش حماية من غير تأمين، مفيش تعمير من غير تأمين. التأمين دوره مهم جدا 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 لحماية الممتلكات ولحماية المشاريع. هبتدي بتأمين او التأمينات اللي بتحمي الديفلوبرز او اللاند لوردز. في مجموعة تأمينات مختلفة، في تأمينات اثناء الكونستراكشن فيز، وفي تأمينات بعد الكونستراكشن اللي هي بعد الهاند اوفر. نبتدي بالتأمينات اللي هي اثناء الكونستراكشن. اهم تأمين اللي هو موست كومبريهنسيف، اللي بيغطي معظم الاخطار اللي بيتعرض ليها البارتز بتوع المشروع، هو تأمين اسمه كونتراكتورز اور ريسك انشورنس، او جميع اخطار المقاولين. ليه اسمه اور ريسك او جميع اخطار؟ لان هو is covering most of the exposures اللي بيتعرض ليها اللاند لورد او البارتز اللي موجودين. مين هم البارتز الموجودين؟ البارتز الموجودين بيكون البرنسبل، احنا بنسميه عندنا البرنسبل اللي هو ديفلوبر، الكونتراكتور، السب كونتراكتورز، اللندر لو في تمويل للمشروع، اي فاينانشال انستتيوشنز جوه مصر، انستتيوشن جوه مصر او بره مصر، والاركتكس والانجينيرز وكل البارتس. احنا في التامين بتاعنا بنقول each for the respective interest في المشروع، فكل واحد على قد الانترست بتاعه في المشروع. التامين ده بيتم عن طريق ايدر الديفلوبر هو اللي بيامن، بنسميه principal based insurance، او عن طريق الكونتراكتور
اللي بيأمن لو الديفلوبر هو قال له انت اللي تأمن فبنسميه كونتراكتور بيست انشورنس. التأمين ده از فيري كومبريهنسيف، بيغطي معظم الأخطار اللي بتعرض ليها المشروع. في البوليسي دي اللي هي كونتراكتورز اور ريسك انشورنس فيها ثلاثة سيكشنز. أول سيكشن بيغطي الماتيريال دامج للمشروع أثناء فترة الإنشاء وبعد فترة الإنشاء اللي هي أثناء فترة الصيانة. فليت سي في مشروع 24 شهر و12 شهر صيانة، احنا بنغطي ال 36 شهر كمان. الماتيريال دامج اللي هو السكشن الاولاني اللي هو ايه اللي ممكن يتعرض للمشروع. المشروع النهارده ممكن يتعرض لاخطار كتير جدا. المشروع بيتم احنا بنبتدي التامين بتاعنا من ساعه الانلودنج جوه السايت، ايا كان الانلودنج ده الماتيريالز الايكويبمنتس وات ايفر، فاحنا بنامن من ساعه ما بيحصل انلودنج جوه السايت قبل الايرث وورك كمان. فالنهارده بنبتدي التامين بنغطي كل الاخطار او معظم الاخطار اللي بتعرض ليها المشروع. ايه الاخطار اللي ممكن تعرض للمشروع النهارده؟ النهارده عندنا ممكن يحصل حريقه لا قدر الله، ممكن يحصل سرقه للمهمات او المعدات، ممكن يحصل كولابس، ممكن يحصل سبسيدنس للتربه، ممكن يحصل كولابس للمبنى بعد ما يطلع، ممكن يحصل احنا مش في مصر مش منطقه زلازل بس لا قدر الله معرضين، حصل قبل كده ممكن يحصل زلزال، ممكن يحصل زي ما احنا بنشوف مره او مرتين في السنه. النهارده عندنا سيول هيفي رين بتعرف دلوقتي انها سيول، فالموضوع بقى في اخطار كتير جدا جدا معرض ليها السايت. ده اول سكشن بيغطي كل حاجه معرض ليها السايت، المعدات ممكن تضاف، الاكزيستنج بروبرتي لو في اللاند لورد عنده ليتس سي بارسل وبيبني جنبها بارسل تانية ففي حاجات اوريدي هاندد اوفر، فاحنا بنأمن الحاجات اللي هاندد اوفر لو حصل مشكله في السايت بتاعنا اللي احنا شغالين فيه امتد للاوبريشنال سايت اللي موجود. ده بالنسبه للماتيريال دامج سكشن اللي هو سكشن 1. سكشن 2 لو ثيرد بارتي لايبيليتي او المسؤوليه المدنيه، اي طرف من الاطراف اللي موجودين اللي قلت لحضراتكم عليها لو عمل مشكله لطرف ثالث. مين هو الطرف الثالث؟ الطرف الثالث ده ممكن يكون حد كان let's say بنبني عمارة، فحد كان عنده properties قدام العمارة، جار من الجيران بحفر، الكونتراكتور بيحفر فبوظ حاجة من الكابلات الحكومية أو مواسير الحكومية وكل الكلام ده، ف this is the third party liability. section 3 اللي هو مش معروف قوي أو ناس كتير ما بتعملوش أو يمكن ما بتعملوش عشان ما تعرفوش، اسمه delaying startup. في النهاردة أنا ببني المشروع أثناء فترة بنا معينة بتفق عليها طبقا للتايم سكيدول. الفترة البنى دي ممكن تمتد نتيجة كليم حصلت، نتيجة حادثة حصلت، فليتس سي بعد 12 شهر حصل حادثة، فالحادثة دي كان محتاجة ريكتيفيكيشن كتير شوية فطولت مثلا لمدة 6 شهور. النهاردة في التزام بالتسليم، في financial loss أو consequential financial loss نتيجة تأخير المشروع. احنا كشركات تأمين لو الكلاينت عندنا اشترى التغطية دي بنعوضه عن financial loss اللي بتبقى loss of profit نتيجة الديلي اللي هو نتيجة حادثة covered under the policy. ده بالنسبة لتأمين contractors or risk insurance. في تأمينات تانية الاونر بيحتاجها برضو اللي هو مثلا تأمين political violence، الأخطار السياسية زي الحروب زي الغزوات زي الشغب والاضطرابات الموجه سياسيا زي كل الكلام ده بيشتري تأمين سيبريت اسمه political violence insurance، برضو ممكن يشتري contractor وممكن يشتري مالك. بلس جوه السايت بيكون في عمال كتير جدا من الكونتراكتور او السب كونتراكتور، بيكون في ممكن عربيات، فاحنا في تامينات لايبيليتي، في تامين اسمه امبلويرز لايبيليتي او مسؤوليه رب العمل بيعملوا المقاول او والسب كونتراكتورز على مسؤوليتهم لو حد من العمال اتصاب، لان المالك النهارده ممكن يلام او يبقى عنده عليه حكم جنائي نتيجه اصابه عامل من عمال. فأي principle النهاردة بيطلب من المقاولين أو أي حد يخش السايت أنه يعمل التأمينات الإضافية. ده بالنسبة لأثناء فترة الكونستراكشن. عايز أرجع تاني لبوليست الكونستراكتورز أو ريسك، في extension ممكن بيتشارى برضو اسمه designers risk. ده بيبقى فيه designs ويبقى فيه اللي هو supervision و different professions بيبقوا موجودين جوه السايت أو قبل الكونستراكشن زي الارشيتكت والانجينيرز. فالنهارده بيعملوا ديزاين، فاحنا بارت اوف ذا انشورنس ان هو لو في حاجه نتيجه فولت ان ذا ديزاين، فالنهارده انا بامن برضو اثناء فتره الكونستراكشن
على الفولت في الديزاين. طيب لو حصل بعد الكونستراكشن، لو بعد الكونستراكشن النهارده كان في فولت في الديزاين، والفولت في الديزاين ده ادى لمشكله في المباني بعد كده، المالك بيطلب من الارشيتكت والانجينيرز والاذر بروفيشنز يعملوا تامين اسمه بروفيشنال انديمتي انشورنس. ايه البروفيشنال انديمتي انشورنس ده؟ هو تامين المسؤوليه المهنيه نتيجه اي نيجليجنس في البروفيشنال ديوتي. فالنهارده ليتس سي كومباوند او مباني او عمارات سكنيه مثلا اداريه او whatever، كان في مشكله في الديزاين ما بانش الايفكت بتاعها غير بعد الكومبليشن بتاع المشروع بثلاث اربع سنين. فالنهارده المالك بيطلب من البروفيشنال بوديز دولت يعملوا تامين حاجه اسمها بروفيشنال انديمتي انشورنس بعد الكومبليشن، اللي هو يمتد بعد الكومبليشن من 5 ل 10 سنين. ده تامين مهم جدا جدا، وفي دول خليجيه مش هتكلم على اوروبا، ففي دول في الخليج زي الامارات برضو التامين ده الزامي من الحكومه ان لازم البروفيشنال بوديز دولت يعملوا التامين. This is very important. طيب البلست كونستراكت الكونتراكتورز اور ريسك بتخلص امتى؟ بتخلص لما بتعمل هاند اوفر، ايذر البيريود اللي انت مامن عليها خلصت او لما بتعمل هاند اوفر من المقاول للمالك. بعد ما بتخلص في تامينات ثانيه المالك محتاج يعملها. النهارده بعد حتى ما بسلم الفيلل او الشقه اللي موجوده، في حاجات بتاعتي كلاند لورد او كاونر، في كلوب هاوس، في لاندسكيب، في حاجات انفراستراكشر جوه، في مباني اداريه بتاعتي، في الكلام ده. فبنعمل تامين اسمه بروبرتي اور ريسك انشورنس، جميع الاخطار، جميع الاخطار دي اوبريشنال ريسك. ده بالنسبه للحاجات اللي هي اوريدي هاند اوفر. فدي التامينات الاساسيه اللي الاونر محتاج يعملها، لان النهارده حضراتكم بتصرفوا مليارات، المليارات دي لازم ليها حمايه. حتى الدوله النهارده احنا شايفين، احنا الحمد لله يعني الدوله المصريه they are building here and there، بالتطوير غير طبيعي في الانفراستراكشر وفي الباور وفي كل حاجه. النهارده الدوله فاهمه اهميه التامين، بيطلبوا من كل المقاولين اللي بياخدوا المشاريع دي يقدموا تامين. فالنهارده موضوع التامين الهندسي او تامين الكونتراكتورز او الريسك ده مهم جدا جدا جدا، واحنا شايفين فيه طفره، لان هو حمايه كبيره جدا 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 لكل الدوله ولكل البرايفت بزنس. النهارده ممكن التامين ده الناس تبقى متخيله مثلا ان هو is expensive. It's not expensive at all. It's an affordable price. واحنا كشركات تامين النهارده بنعمل ما في وسعنا ان احنا نقدم للكلاينت كل التسهيلات لضمان حمايه الممتلكات بتاعته. ده بالنسبه للتامينات المهمه جدا لللاند لورد او البرنسبل او اللي هو الديفلوبر. طيب النهارده الاند يوزر او الاند باير، النهارده حد اشترى بيت، البيت ده معرض لحاجات كتير جدا برضه، معرض لاخطار كتير جدا. النهارده في شرائح مختلفه من المجتمع بتشتري البيوت دي. خلينا نتكلم على الطبقه المتوسطه، الطبقه الفوق المتوسطه. الطبقه المتوسطه النهارده الامبلويز في شركات، في بنوك، في whatever، بيدفع بانستولمنت. تمام. فالانستولمنت ده النهارده تقريبا بيكون حاطط جزء كبير جدا من السيفنج بتاعه في البروبرتيز اللي بيشتريها، ايا كان عشان يسكن فيها او فور ذا سيك اوف انفستمنت. والطبقة الأعلى من المتوسطة بتشتري برضو بيبقى luxurious houses، بيبقى حاطط فيه برضو مبالغ كبيرة جدا، ده محتاج حماية. النهاردة أنا شايف نوع التأمين اللي احنا بنسميه home insurance أو household insurance ده very important. في دول كتير جدا ده تأمين مفيش حد ما بيعملوش، الناس حتى لو حد مش مأمن على بيته الناس بتستغرب. فده تأمين مهم جدا، very affordable. يعني let's say انا هدي حضراتكم مثال، النهارده مثلا واحد مشتري بيت مثلا تاون هاوس مثلا ب 5 مليون جنيه، عمل له فيت اوت مثلا بمليون جنيه وفرشه بحوالي مليون جنيه، يبقى دي 7 مليون. انا بشيل ثمن الارض من التامين، احنا ما بنعملش على الارض، فبشيل ثمن الارض من التامين. ف let's say ان الكوست اوف ريكونستراكشن بتاع البيت ده بمليون جنيه، وزي ما قلت لحضراتكم مليون ومليون تانيين 3 مليون، البريميوم او القسط التامين هيكون في حدود 350 جنيه في الشهر، which is very very minor. وتشيز اجينست الحمايه اللي ممكن ياخدها. الحمايه دي بتبقى عباره عن ايه؟ البوليسي دي بتغطي ايه؟ بتغطي حريق، بتغطي سرقه، بتغطي برضو ناتشورال هازارد، سيول، الزلازل، انفجار المواسير الميه، بتغطي لو حصل مشكله عندي امتدت للجيران. It's a very very comprehensive cover. It's a very very important cover. It's a very very affordable insurance. ف
فالتأمين مهم جدا أثناء فترة الإنشاء للاند لورد وبعد التسليم، بعد ما باخد البيت بتاعي لازم أأمن عليه. This is very important. ياما بنسمع عن ناس لا قدر الله حصل لها حريقة في البيت، البيت بتاعها اتسرق، حصل عندها انفجار مواسير، بوظت الأرضية، بوظت العفش. موضوع مهم جدا. احنا كشركات تأمين بنرحب بيكوا، احنا كشركات تأمين عايزين نعمل لكم احسن حاجة، وقايمين بدورنا ان احنا نقدم لكم الحماية لحماية المليارات اللي انتوا بتصرفوها. وبنشكركم على دعمكم للدولة وعلى all the development you are doing. وفي الحقيقة انا سعدت تاني لوجودي النهاردة معاكم، وبشكركم مرة تانية، وبتمنى لكل النجاح والتوفيق للإكسبو.